إذن مرحبا بمتابعي قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر. احنا مع اليوم مع الأستاذة كلثوم شاكر، محامية بهيئة المحامين بمراكش بهيئة مدينة مراكش، اللي تحدث لنا على يعني المستجدات في قضية هذيك الطفلة القاصر اللي اغتصبت من طرف الكويتي. مرحبا بك أستاذة معنا في خلال هذا المباشر، بخصوص السؤال الأول تهم يعني الملتمس اللي قدمته امام النيابه العامه بخصوص يعني الخليجي في القضيه. نعم، مرحبا، شكرا جزيلا لكم كذلك. بدايه بالنسبه للقضيه ديال هاتك عرض الضحيه اللي انا تنوب عليها في الملف، بالنسبه لاخر مستجد كان في الملف بعد القرار ديال الصراح المؤقت اللي قررت المحكمه التمتيع به المتهم اللي كان في 28/1/2020. تقدمنا في اليوم الموالي بطلب إغلاق الحدود إلى السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بمراكش، وتم الاستجابة للطلب والبت في الطلب بصفة نهائية يوم 30/1/2020، وتم تنفيذ القرار يوم 31/1/2020 من طرف النيابة العامة. نعم استاذ، يعني يعني مجموعه ديال المواقع تذكروا بان الام تقدمت بواحد التنازل يعني لهذاك السائح الخليجي، واش فعلا هذاك التنازل تقدمت به الام ديال الضحيه؟ فعلا التنازل تم التقديم ديالو في المرحله ديال التحقيق، وتم التراجع عنه من طرف الام ومن طرف الولي الشرعي للقاصر الاب اللي جا امام سيد قاضي التحقيق واصر على المتابعه، مما يعني ان التنازل تم التراجع عنه في مرحله التحقيق. نعم استاذ، يعني الهيئه الحقوقيه الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان دخلت كطرف مطالبه بحق المدني، واش هذا يكون عنده شي تاثير على الملف؟ يعني انه شي تاثير على الملف؟ الجمعيه من حقها انها تنصب كطرف مدني وانها تطالب بالمطالب المدنيه بالاضافه للمطالب المدنيه اللي غادي يقدمها الدفاع كنيابه عن الضحيه. نعم استاذ، واش دروك واش هذاك السائح الخارجي او المواطن الكويتي الان مغلوقه في وجه الحدود؟ لان كل شيء تيتسائل واش فعلا تغلقات الحدود في الوجه ديالو. نعم، تم تنفيذ القرار من طرف النيابه العامه في اليوم الموالي لاصدار القرار ديال اغلاق الحدود اللي كان بناء على الطلب ديالنا، تم اغلاق الحدود في اليوم الموالي. نعم، إذا أستاذ في نظرك أنت يعني الحكم يعني كلشي تنتظر يعني هذه القضية اللي خلقت الضجة في الرأي العام الوطني والدولي، يعني كيفاش تنظروا للقضية الآن بعد التطورات كلها هي؟ بعد التطورات كاملة إن شاء الله بإذن الله حنا كنتسناو الجلسة ديال 11 اللي غادي تكون الملف فيها جاهز، ولأن المتهم كاينة الضمانة ديال الحضور ديالو من طرف القنصلية ديال الكويت، كنتمنوا انه يحضر في الجلسه ويجهز الملف بصفه نهائيه، لانه لما حضرش راه الملف غادي ياخذ اتجاه قانوني اخر. شكرا لك استاذه كلثوم شاكر، المحاميه بهيئه محامين مراكش، تحياتي لكم. شكرا لكم المتتبعين، تتمنى انكم توصلتوا بجميع المعطيات بخصوص قضيه الفتاه القاصر، تحياتي لكم من خلال هذا المباشر. شكرا لك استاذه على هذا يعني هذه المعلومات. شكرا.